بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين الأفاضل حياكم الله ويانا في حلقة جديدة من سمار. في هذه الحلقة مشاهدين الكرام برلماناتنا ودورها المرتقب سنناقشها مع ضيوفنا الكرام الدكتور عبد الله الأميري، حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة، والأستاذ محمد يعني حياك الله أيضا ويانا الحمودي من دبا. يعني احنا اليوم مشوارك طويل اليوم ويانا بس بتستحملنا في هذه الحلقة. يا سعادة حقيقة بتواجدنا معاكم وفي برنامج السمار. يا هلا وسهلا فيك دكتور. ايضا الاجواء هذه الغير تقليدية نحاول ان نكسر فيها البرلمانات اللي دائما لطابع الرسمية ونسوي اجتماعنا برا في الجو المكالمة. فعدنا برلمان على المنامة اليوم. أنا ما شاء الله تفاجأت بالموضوع يعني. نعم. المكان أجمل ما يكون. ما عليك زود، بالعكس أنتم جملين بحضوركم. وأكيد في هذه الحلقة بنطرح الموضوع، موضوع البرلمانات، بصورة مبسطة. يمكن كثير غايبة عن فكرة البرلمانات، وحتى اللي يوصلون للبرلمان نفسهم أحيانا تحس أنه ما عنده فكرة شاملة عن 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 الدور اللي يقوم فيه، عن مفهوم البرلمان الصحيح، عن كيف يتعامل مع زملائه في خلال البرلمان. احيانا للاسف يصبح الصراع صراع البقاء للاقوى، او انا لازم ارفع صوتي على اساس اكون موجود. فهنا في هذه الجلسه بنحاول قدر المستطاع ان نوصل للفكره للمشاهد بحيث يتفهم هذه الصوره بشكلها الصحيح. في البدايه دكتور نبتدي معك، ما هو البرلمان او الشخص البرلماني بالتحديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في البداية حاب أشكركم على استضافتنا في تلفزيون الشارجة. مثل ما قلت الجو من أجمل ما يكون هني، وصراحة فكرة البرنامج أيضا ممتازة. بالنسبة للبرلمان، إذا نرجع لأصل الكلمة، البرلمان هي مشتقة من كلمة فرنسية بارلي بمعنى الكلام. نعم. وكانوا الفرنسيين هم بدأوا في هذا الموضوع، بدأوا يتكلمون، بدأوا يمثلون الناس. نعم. اللي موجودين، بحكم انه ما بالكل يقدر يتكلم عن المشاكل الموجوده والتحديات اللي تواجههم. فكونوا مجموعه تمثلهم، وهم اللي يعرضون القضايا الشعب في تحت قبه واحده. ففكره البرلمان اساسا انت عندك مجموعه من الناس. نعم. يتم انتخابهم او يتم تعيينهم. المجموعه هذه هي تنظر نجاحها الاساسي كيف تستطيع انها تعمل مع الحكومه الموجوده. نعم. في ايصال اراء الناس، في ايصال المشاكل، في ايجاد الحلول، لان الحكومة تسعى لإيجاد حلول. صحيح. والكل يبغي يكون إنه يكون ناجح في حياته، ما في إنسان يبغي يفشل في حياته. أكيد. فالبرلمانيين دور أساسي عندهم إنه يوصلون وجهة نظر يمكن ما تكون واصل الحكومة، عندهم اقتراحات إضافية. أحيانا ممكن الحكومة خلينا نقول ترتئي إنه في نقطة معينة تبني شارع في مكان. نعم. قد الأهالي ما عندهم الرأي هذا. صحيح. فأنت عندك ناس يعطونك أفكار ثانية، ممكن يوجهونك في اتجاه ثاني، إنه في حلول بديلة موجودة. نعم. وما تأثر أيضا على الناس. هو الدور يمكن يكون بشكل كبير يعني تعريف المواطن أيضا من خلال وجود من يمثله بحقوقه وواجباته. الآن أنت اليوم لك حقوق وعليك أيضا وعليك واجبات. طبعا. يعني أيضا يمكن موضوع أن دراسة شيء معين في مكان معين جزء لا يتجزأ من المنظومة الكاملة، ولكن أيضا التعريف بالحقوق والواجبات أيضا من ضمن الأدوار. بكل تأكيد يعني لابد المواطن أن يكون واعي وطبعا يعرف حقوقه وواجباته. طبعا نحن بنقول يعني نحن بنطرق الآن ما دام جبت على الحقوق والواجبات، من المفترض أن تكون مناهجنا الوطنية في التربية والتعليم أن تعرف الطالب والطالبة من البدايات بحقوق وواجبات المواطن. طبعا تعرفه عن دستوره، عن يعني عن جميع ما يتعلق بالحراك الوطني. هذا لابد ان يكون يعني مناهجنا حقيقه يعني نحن بها تكون في تطور للافضل، من ويكون في تغيير في المناهج الوطنيه لتعريف مثل ما تفضلت الطلاب والطالبات من البدايه في حقوقهم وواجباتهم. جميل. الوطنيه. طيب بعمر، من النقطه اللي ذكرها براشد، يعني دوله الامارات حديثه العهد بالبرلمانات، وخصوصا لا تجارب في هذا المجال، ولكن في الآونة الأخيرة يمكن بدأ التركيز بشكل أكبر، بدأ الثقافة هاي تنتشر في المجتمع. برأيك متى يعني يجب تأسيس، أو ما هو السن اللي يبتدي في تأهيل الطلاب أو الطالبات أو الأعمار لأن يصبحوا برلمانيين في المستقبل؟ في الحقيقة هذا يبدأ من سن مبكرة جدا، يعني حتى نحن نقول من البيت أساس الفكرة أن كيف أنا أتبنى مشاكل وتحديات موجودة عند ناس ثانيين. نعم. وما فقط أتمسك برأيي. صحيح. فإذا أنا ربيت الولد عندي في البيت. نعم. والبنت
على الحوار، هذه نقطة أساسية. صحيح. في المدرسة نفس الشيء، إذا المعلمة أيضا هي عندها آلية للحوار أيضا هذا بيساعد. يعني أعطيك الأمانة، إذا أتكلم عن نفسي أنا تم معي تحدي يمكن لين عمري 35 37، ما عندي آلية حسن الإصغاء، مستعيل الشخص بيتكلم بقاطعه بقول له لا هذا الرأي كذي هذا الرأي كذي. مع الوقت تعلمت لا، أن لما إذا أنا أسمع وحتى لو الشخص اللي قاعد أمامي يقول معلومة حتى في حالة غضب، هو قاعد يجيب لي تغذية راجعة أنا بستفيد منها، ممكن أحصل وراها فكرة فتغير مع الوقت. أنا بس هذه تكملت 35 سنة، لذلك أرجع وأقول أن النقطة هاي مهمة أن أنا أبنيها من الصغر، العلم في الصغر وحتى المهارات في الصغر هي كالنقش على الحجر. ولا تقتصر على الأدوار الحكومية أو الرسمية، يعني مثل ما تفضلت، يعني يفترض أن الأب في بيت في أسرته يبتدي هذا الجانب مع أبنائه، بحيث أنه يربيهم على حرية طرح الأفكار، بإمكانهم هم مثلا يجلسون يتشاورون ويرفعون مثلا يعني شيء معين، مثلا مقترح زيارة دولة معينة، زيارة حديقة معينة. صحيح. يعني على مستوى الأسرة خلنا نتكلم، فهنا بيعزز هذا الدور عندهم، بيعطيهم الثقة في نفسهم. أحيانا للأسف بعض الأسر يعني مجال النقاش يعني معدوم خلنا نقول، فهنا يمكن الطفل خلاص تبتدي شخصيته أنه ما يقدر أنه يصارح أبوه أو أمه في الأشياء اللي يبغي يقولها، في حين أنه برع البيت مع أصدقائه متحدث ويعني صوته صحيح مرتفع. صحيح. مع أصدقائه. فأتفق معك في النقطة. أنا حاب أقول بس أعقب عن النقطة عفوا. فضل. أنا مثلا عندي في البيت دام فضلك يوم الجمعة يوم الكل العائلة لازم يشاركون فيه. جميل. العادة نروح يا مطعم ونختار مكان يا نروح البر. نعم. فعندي الأولاد من أكبرهم لأصغرهم. نعم. كلهم لهم صوت. جميل. فيستوي حتى قضية لوبينج، أن الآن الكبير يبغى يقنع الصغير. يقول له أنا، هو يقول أنا عندي تصوير. صوتين. أقول له ما في صوتين، كل حتى اللبو صوت واحد. نعم. فيبدون يتعلمون أن لا بكلمها بأدب البنت الصغيرة. نعم. أن أقنعها أن لا اليوم ما بنروح المطعم هذا ما الصغار. نعم. بنروح مكان ثاني. نعم. عساس يكسب صوت. عساس يكسب الصوت. فهذا أيضا يعطيك. نعم. بس أنا بتداخل في الموضوع، طبعا بالنسبة لتجربة البرلمان في دولة الإمارات تجربة قديمة، طبعا قامت بها إمارة الشارقة طبعا. نعم. من إيمان الراسخ لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم حفظه الله. نعم. لبناء شخصية الطفل وأن يكون الطفل له رأي. نعم. طبعا يسمع المسؤولين ويحاورهم ويتعلم أدب الحوار أيضا مع المسؤولين. نعم. أنشأ في البدايات عام 1997، الآن تجربة هذه صار لها 18 سنة تقريبا، ما شاء الله. برلمان الأطفال. نعم. طبعا بعد ذلك تطور وسمي بمجلس شورى أطفال الشارقة. نعم. وهناك امتد أيضا 2005 صار مجلس شورى الشباب. نعم. طبعا المجلس شورى الأطفال والشباب هو طبعا بدأ الشباب والأطفال يعني يهتموا بالشيء هذا من خلال طبعا محاورتهم للمسؤولين. نعم. فرحوا أيضا في بعض الأمور اللي هي متطلباتهم وآراهم، بدأ المسؤولين يسمعون لهم ويلبونها لهم. نعم. بدأوا الآن في تشجيع أيضا من الشباب أيضا والأطفال للدخول في معترك الشورى. نعم. شورى. نعم. الشباب والأطفال. نعم. تتوقعون أن مثل هذا الشيء موجود عندنا كامن في داخلنا، فقط محتاج إلى نوع من الصقل والتهذيب كفكرة البرلمانية وإبداء الرأي؟ هذه من الأساس متأصلة فينا وموجودة ومحتاجة إلى تهذيب وفقط. لأن الآن لنفرض يعني على سبيل المثال الدورة الأولى للبرلمان اللي صار عندنا هنا في دولة الإمارات، اللي حصل أنه تم الانتخاب وتم تزكية بعض الناس من عدم وجود خبرة، الناس هذه وصلوا من غير خبرة. فيعني إذا ما كان عندهم مثل هذا المكنون ومثل هذا الكنز الداخلي، بالتالي ما راح ينعكس على الآراء اللي أعطوها، وأيضا على المقترحات اللي أدلوا فيها، اللي الدورة الثانية بدأت تأخذ بمعظم مثل هذه المقترحات وبدأ يبنون عليها بعض القواعد. شو رأيك دكتور؟ أنت مثل ما تفضلت، أنا يمكن أختلف وياك بس في نقطة بسيطة، أن الإنسان ما ينولد ويا الأمور، كل شيء محتاج إلى الصقل. صحيح. ذكرت نقطة الصقل. نحن الإنسان عبارة عن مهارات ومعارف وسلوك. أنا في النهاية إذا وجهته صح في البيئة المناسبة، فهو بيبني على البيئة هاي، بيبني نفسه، بيبني الثقة مثل ما قالوا الإخوان.
وبيطور مهاراته وبيطور معارفه ومداركه، بيعرف انه لازم يسمع الراي الاخر، يتقبل الراي الاخر، ممكن يختلف، مو بشرط ان الاختلاف يؤدي الى مشكله يعني. نعم. او الى زعل، فبالعكس، وبيتعلم اليه انه ياخذ هموم الناس ويتبناها. نحن هذا اللي نبغيه نربيه في عيالنا، انا كيف انا اخذ همومه ومشاكله؟ اذا هو شاف الاب في البيت ما متبننا، كيف هو بيتبنى اراء ناس ثانيين؟ سواء تعين بالانتخاب او او خذها بالتعيين، ما بيتبنى اراء ناس ثانيين. مثل ما تفضلت، انا الحين ممكن عندي في السنه الاولى الناس ممكن ما تعرف بعض اذا تعينوا في مجلس، فممكن يعين واحد على اساس والله هذا معروف عنه، لكن بعد ما يجربه اول سنه تشوف الرئيس عاده تغير. وهذا حصلت، بنلاحظ الملاحظه هاي يعني، الحمد لله احنا الله شرفنا ان كنا عضو في المجلس الثاني في الدوره الثانيه في 2004. فحس يعني تحس انك في السنه الاولى ينتخبون مجموعه، بعد السنه الاولى لا، شافوا في ناس ثانيين ممكن يشلون الهم ويمكن يتبنون القضايا بشكل افضل، فانتخبوا ناس ثانيين، مو بالضروره كانوا هم المتصدرين المجلس في الدوره الاولى. وهي اعتقد تكررت في الدورات المختلفه في الفصول التشريعيه المختلفه. هي طبعا مثل ما تفضل يعني، هي ثقافه مثل ما قلت في البدايه، الثقافه البرلمانيه لابد منها. انا لا اخفيك سرا يعني، او لا اخفيكم سرا، تعلمت من مجلس شورى الاطفال ما شاء الله، من خلال الان طبعا وجودي في مجلس الاستشاري في الشارقه. نعم. تعلمت من التجارب السابقه من خلال اشرافي ومتابعتي للمراكز والمجالس الاطفال والشباب، ايضا متابعته لهم، ولو برغم اني ما متعاون معهم ولكن متابعه لهم. تعلمت الكثير. نعم. من خلال كيف احاور. نعم. كيف ايضا ابني توصيه او اشارك. نعم. في توصيه. صحيح. يعني هذه كلها في امور يعني تعلمناها حقيقه من. نعم. المجالس، من خلال طبعا التجارب السابقه. نعم. وسقلت موهبتي. نعم. بالفعل يعني انا اللي بقوله يعني، لابد ان نكون يعني بالنسبه لل البرلماني. نعم. ان تكون له خلفيه برلمانيه. نعم. او عنده ثقافه، او يؤسس على على ذلك. نعم. والحقيقه انا لما شايف يعني، انا شايف نظره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في اماره الشارقه. نعم. نظره بعيده المدى. نعم. هو يعني دائما جسمه متصور ومتاكد ان هذول الشباب وهذول الاطفال سيصبحون قاده هم في المستقبل، القاده هم اللي بيمسكوا. نعم. زمام الامور في المستقبل. جميل. طيب ابو عمر، في نقطه ذكرها ابو راشد يمكن يعني بتكون ايضا محور الحديث، اللي هي يعني اللباقه في طرح المواضيع، او يعني ذكر في ان تعلمه في مجالس شورى الاطفال او شورى الشباب كيف يتعامل مع المسؤول، او كيف يطرح النقطه بكل احترام وينقل الصوره، ولو كانت صوره يعني هو غاضب من هاي الصوره، او مؤثره على حياته، او مؤثره على المجموعة اللي هو يمثلها، ولكن يطرحها في المجلس بكل لباقة، بكل يعني صورة مهذبة خلنا نسميها، بحيث أن تعكس الصورة الحضارية للدولة. هنا أيضا هذا دور منو يكون؟ هذا طبعا يعني موهبة الله سبحانه وتعالى يهب الإنسان. نعم. في النقطة أساسية إذا كان الإنسان مخلص. نعم. إذا هو يريد من الطرح هذا أنه يكون يعني الناس يقولون عنه أنه هو والله ما شاء الله ممتاز وفلتة زمانه وعنده آراء، بتشوف دائما يحصل احتكاك بينه وبين المسؤول الحكومي. نعم. لأن أيضا المسؤول الحكومي مثلك، هو بعد ترى يقوم الصبح يشتغل عند وقد يكون عنده تحديات وعنده هفوات. نعم. لكن هو ما يقصد أن تكون عنده هفوات. نعم. فإذا أنت بتكلم بطريقة أنك يعني في مثل ما تفضلت عندك اللباقة أنك تعرض الموضوع بدون تجريح، تقول له والله عرفنا ان في موضوع كذا كذا، شو رايك؟ صحيح. غير عن ما انك تهاجمه وتقول له النقطه بطريقه ثانيه. صراحه للامانه الشيخ سلطان صاحب السمو حاكم الشارجه الدكتور الشيخ سلطان الله يحفظه اعطانا الفرصه هذه. نعم. يعني نحن للامانه ما كنا نعرف مثل ما تفضل الاستاذ محمد قضيه انك كيف. نعم. تعد توصيات، كيف تعد مشروع قرار. نعم. احنا عندنا الفرصه الحمد لله في المجلس الاشتراكي نعد مشاريع. نعم. اكثر من مشروع رفعناه للشيخ الحمد لله. نعم. والشيخ نظر فيه ونلاحظ توجيهات الشيخ انه يكتفي. نعم. فاذا انت قاصد المصلحه العامه. صحيح. شوف ان ربك يوفقك. معناته هناك مفهوم احيانا عند بعض الاشخاص ان الصوت العالي هو اللي يكسب في النهايه، للاسف نلاحظ يعني ما بس في دوله الامارات، فايضا في الدول الاخرى تلاحظ في البرلمانات كل ما زادت نبره الصوت عند الشخص هو كان عدد مستمعين اكبر، فهل هالشيء انا ما اتفق يعني هالشيء انا اعتقد الناس ممكن
مثل ما شايفه حادث ممكن تنبهر حق لحظه، نعم، لكن بعدين مع الوقت يدركون ان معقول واحد يعني يمارس كلام انسان سليط او يتعدى على الناس، ان هذا فعلا انسان سوي. بالعكس الانسان يقدر يوصل فكرته بمنتهى الادب. نعم صح. انت عليك توصل الفكره. صحيح. الناس يعني عنده ما شاء الله، كل الناس عنده عقول، لا الواحد ايضا هو فاهم. صحيح. كل الناس فاهمه. نعم. انت ما تعرف شو المشاكل اللي عنده، انت اللي عليك كامانه توصل. عندك مشكله 1 2 3. نعم. حصلت مشكله في مستشفى، تقول له هاي المشكله عندك. صحيح. في المستشفى. صحيح. عندك المشكله في النقطه. نعم. ودائما تاكد عليه قضيه انك انت وهو في خندق واحد، ما بانت جالس والله لا. صحيح. تدور له مشاكله. نعم. وهو. صحيح. عليه انه يحل. لا نعم تفضل. شوف وصل يعني المعلومه. شوف البرلماني طبعا بس مو جالس يستمع. نعم. ايضا يشوف يسير. نعم. ويتاكد من المعلومه، يدايبه يحاور المسؤول بقوه، او يعني انه هو واثق من المعلومه اللي بيقولها. نعم. لابد ان يكون صادق في المعلومه اللي يطرحها للمسؤول. صحيح. اساس المسؤول يتقبلها. نعم صحيح. اكيد. واخر شيء اكيد اللي بيتقبل يعني ما يطرح موضوع لمجرد واحد الطرح. يعني قال لي. نعم. قال لي موضوع وهذا. نعم. وفي شكوى وش اسمه، وانا بس تبنيته وطرحته في المجلس. صحيح. هذا. نعم. هذا انا يتاكد خطأ. يتاكد من المعلومه، يتاكد من المعلومه. نعم. اساس انه يوصلها. صحيح. بصوره طيبه للمسؤول، والمسؤول اكيد انه المسؤولين يتقبلونها. اكيد يعني. اكيد. في دور هني يعني على عاتق كل برلماني خاض هذه التجربه وبعدين يعني ما اكمل وطلع وترك الفرصه لغيره، اللي هو الدور التوعوي والدور التدريبي. واعتقد ان دوره ما ينقطع بنهايه خدمته في مثل هذا المجال. الان هل يعني ما ادري، هل تم انشاء مراكز لتدريب المرشحين او اللي يحبون يرشحون نفسهم في المستقبل، وبالتالي تنقل خبره كدكتور عبد الله والاستاذ محمد، تنقل خبرتك انت اليوم وصلت وكنت موجود وشفت وسمعت وثقفت وزادت معلوماتك وثقافتك، وبالتالي محتاج مثل هذه المعلومات تنقل لأشخاص يمكن يحالفهم الحظ في المستقبل وينجحون. الآن هل هناك مراكز، هل هناك معاهد تقوم بعملية التدريب ونقل هذه الخبرات والمعلومات؟ إذا كان نعم ممتاز، وإن كان لا يوجد سيوجد في المستقبل، هل هناك دراسة لمثل هذا الموضوع ولا؟ هو صراحة هاي نقطة وايد مهمة. المجلس الاستشاري في الشارجة كان متبني بحكم أنه كنا موجودين، كان في دورة عادة تكون في بداية كل فصل تشريعي، يأخذونهم ويعرفونهم أنه كيف، شو فكرة التوصية، شو فكرة المكتب العام اللي فيه الرؤساء اللجان، كيف تعد محاضر اجتماعات. يعني يمكن عندك ناس حتى في حياته مثلا ما عرف يعد محضر، لأن أنت عندك الممثلين للشعب، حد منهم يعني ممكن متعلم، لكن حد منهم هو قائد في منطقته، لكن هو مو بالضروره انه يقعد يكتب ويسوي. صحيح. لكن بيعرف انه في محضر اجتماع بتناقش كيف تسوي الصياغه هاي. صحيح. كمراكز مش موجوده، بس انا اقول الانسان اذا يبغي بيتعلم. اللي يبغي يرشح نفسه لاي شيء هو بيتعلم، لانه لازم يبحث عن المعلومه. هل يكفي تعليمه يعني قراءه اليوم؟ انت دكتور وعارف ان القراءه النظريه تفرق عن العمليه. انت لما تاخذ ماده من المواد، على سبيل المثال ماده في القانون، تقرأها غير لما يشرح لك إياها مدرس خاض هذه التجربة، لأن يعني ما نقدر نقارنهم ونقول لهم مثل بعض. المعلم عفوا اللي يتعلم، قصدي مو بالمقصود فيه أن يقرأ من كتاب. نعم. اللي بيتعلم بيسأل بيشاور. الآن أنت عندك أي واحد بيشتري سيارة بيشاور البيعة. صحيح. كيف تشتري، وين السيارة هاي، شوف تصرف بترول ما تصرف. نفس الشيء اللي فعلا يبغي يخوض التجربة ويبغي يكون ناجح، كل إنسان مهما كان بيتعلم من أخطاء أيضا حتى هم بيمارس، بس وهو يقعد ويا الناس بيسألهم أنت كيف سويت هذا، كيف سويت هذا. نحن مثل الأشياء اللي كنت أسويها لما جيت شفت نفسي، لا أنا في صح دكتور جامعة لكن في قصور وايد، حتى في كتابة صياغة اللغة العربية كيف تصيغ الخطاب في قصور. فأنا أول شيء سويته صرت تعرفت على الأعضاء السابقين اللي كانوا في الدورات السابقة، جمعتهم كيف تجمع النقاط، شو أهم النقاط اللي تعرضتوا له وما كانت لها أجوبة او ترحلت للدورات الثانيه. قال لي مثلا روح هني بتحصل معلومات، روح هني بتحصل معلومات، فلان فلان مصدر جيد للمعلومات، عنده معلومات وايد دقيقه، مثل ما تفضل الاستاذ محمد انه لازم معلوماتك تكون دقيقه. مو معقول توقف انت وتقول كلام بعدين هم يردون عليك تقول والله اسف معلوماتي غلط. نعم. مره واحده بيقبلون لك، بس مره ثانيه تحرك كرتك. صحيح. صحيح. شوف يعني التجربه كانت قبل ايام. نعم. في شراكة ما بيننا نحن والمجلس الوطني عن طريق. نعم. الأمانة العامة للمجلس الوطني. نعم. عملنا دورة طبعا الأمانة العامة. نعم. دورة قبل الأيام، والحمد لله يعني كيف طرح السؤال، كيف يعني
تحاور المسؤولين كيف يعني جميل. يعني ثقافه البرلمانيه نعم. كانت يعني ما شاء الله عليهم يعني بالمجلس الوطني لهم باع طويل نعم. وعندهم نعم. حقيقه خبره نعم. وفادونا يعني الجلسه اللي فاتت يعني نعم. استفدنا استفاده كبيره من ذلك جميل. ايضا نحن بالنسبه للصقل المواهب وجسم انا اتفق مع الدكتور اني ما لا يوجد معاهد ولكن ما شاء الله يعني بدوا شورى الشباب يجون يزورونا نعم. نقل لهم تجربتنا كيف يصير عندنا كيف نجسمه كيف نجلس كيف نعمل توصية نعم. كيف الانتخابات تصير كيف صحيح. انتخابات اللجان يعني نعم. تصور كامل عن عن المجلس الاستشاري. يكون استاذ محمد يكون في تخوف من الشاب نفسه يمكن بعد حتى الاستاذ راشد يتفق ان يخاف يخوض هذه التجربة يمكن لضعف في نفسه يحرج انه ما ينجح وبالتالي يعني يمكن شكله ما يكون حلو قدام الناس لأن كيف أنت خلت وأنت فشلت في أنك تنجح في مثل هذه التجربة تخلي الناس شوي تتراجع عن عملية أن يرشح نفسه ويدخل بقوة وكذا ما حد واجه مثل هذا الشيء الخوف من خوض التجربة هو شوف الخوف أحيانا موجود أتفق معك هذا ولكن نحن كيف نكسر حاجز الخوف هذا يعني نحاول وخاصة من خلال تجاربنا في مراكز الأطفال حاولنا يعني خلال جسم تجربتنا اللي هي الانتخابات بدايتها قبل الدخول في المجلس شورى الأطفال الانتخابات المعترك الانتخابات كيف يكون كيف جسمه كيف يعمل دعاية كيف يعني شو بيسوي لأخوان الأطفال شو يعني هذه الحاجات هذه صحيح إن الطفل في البداية متخوف ولكن يوم يشوف زملاء الثانيين غيره يشجع نعم. ويبدأ في ناس يعني كانوا ما غير متكلمين نعم. غير متكلمين كيف خليناهم يتكلموا مثلا داخل المنشط نعم. نجيبه نقول أنت بس عليك تسجل اسم الطفل اللي جاي داخل المنشط تشركه في الموضوع تشركه يعني. تشوفه نعم. تشجع الطفل صحيح. بدأ يتكلم بدأ شو اسمه نعم. صار له كيان نعم. صار له يعني صحيح. قال أنا فعلا أنا معناته في حاجات نعم. أنا من يعني ما أخفيكم سر أني بنتي من يعني من خلال مجالس شورى الاطفال نعم. من خلال مراكز الاطفال نعم. انسقلت موهبتها كانت ما يعني ما شاء الله وصلت الان الحين ما شاء الله عندها منصب ما ولكن الله. يعني وين انا ارجع الفضل لله نعم ولا مراكز الاطفال نعم نعم هي جميل. اللي سقلت موهبتها جميل احنا حديثنا متواصل ابو راشد ودكتور ايضا عبد الله ابو عمر ولكن ايضا مشاهدينا الكرام بنروح لفاصل قصير وبنرجع ابقوا معنا حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام متواصلين معاكم في حديثنا من برنامجكم سمار مع ضيوفنا الكرام دكتور عبد الله الأميري والأستاذ محمد راشد رشود حياكم الله وحديثنا حول برلماناتنا ودورها المرتقب يعني خضنا في مجموعة من المحاور خلال الفترة اللي قضيناها وياكم في هذه الجلسة ولكن تبقى الكثير من هذا الموضوع لأن هذا الموضوع أتوقع أنه يحتاج إلى تفاصيل أكثر ويحتاج إلى عمق أكثر في من ناحية المواضيع اللي تطرح ولكن دكتور اليوم نحن نقول المواضيع اللي تطرح في البرلمانات للأسف أحياناً تلقى حد من المجتمع ما عنده الثقة بالأدوار اللي تقوم بها البرلمانات يعني يقول لك يعني مواضيع تطرح والسلام ما في قرارات مثلاً اتخذت في هذا فهل هذا الدور يعني يرجع لي البرلمان إدارة البرلمان نفسه بأن تعرض نتائج أو توصيات اللي نفذت أو القرارات اللي نفذتها الحكومة بناء على التوصيات اللي رفعت على أساس تكسب ثقة المجتمع في هالبرلمان هو يعتمد أساساً طال عمرك على التواصل إذا في تواصل بين الأفراد وبين المجتمع بيحسون أن في شيء ملموس نعم. في النهاية خلنا نتكلم على مجلس الشارع في الشارجة نعم. التوصيات ترفع للحكومة الحكومة تنظر فيها أحيانا في أشياء محتاجة ميزانية أحيانا في أشياء ممت كاملة تأخذ دراسة تأخذ ممكن 5-6 سنين اللي ما فالواحد يسأل المجموعة الأولى اللي مرت شو سويتوا ما بتشوف أنت نتيجة لأن هذا ما بدي قطاع تنفيذي ها قطاع تشريعي صحيح. يعني أعطيك مثال يمكن ما حد اليوم يعرف أن طيران العربية الاقتراح يا والمشروع أنا شفته في محضر الاجتماع من أول مجلس استشاري أسس في الشارج فهذا شيء نحن نفخر فيه ان اول طيران اقتصادي يكون في المنطقه أكيد. وموجود الحمد لله في الشارجه يعني. وبالعكس من اربح الشركات الطيران الموجوده الاقتصاديه في العالم نعم.
وفي نفس الوقت الاقتراح يمشي، لكن ما حد بيعرفه لان الناس شافوا منو طلع القرار، كيف طلع القرار، الحكومه طلعته. نعم. بقى المجلس ما سوى شيء، لا بالعكس المجلس هو اللي حط الاقتراح ومشى في الموضوع. صحيح. وقص على ذلك اشياء كثير. نعم جميل. بالفعل يعني اشارك الراي يعني بالنسبه للتوصيات طبعا هذه اللي تطلع على مدى طويل اللي هي. نعم. تتحقق ترى مو بنفس اللحظه وبنفس بعد ما انت ناقشت المسؤول او المؤسسه. صحيح. هذه بمره انحلت الاشكاليه او المشكله. نعم. اللي طبعا اللي يطلبها المجتمع، لا في توصيات، توصيات مثل ما تفضل الدكتور ترفع. نعم. للحاكم والحاكم يأشر عليها. نعم. طبعا في توجيهات يعني من خلال يعني جلستنا مع صاحب السمو. نعم. يقولوا التوصيات هذه ايضا اذا ما تحقق تابعوها وتابعوني. نعم. انا. نعم. يعني شوف. نعم. هذا يعني شيخ. طيب براشد هذا الشيء يعني يكون داخلي خلنا نسميها. نعم. او بين المجلس وبين الحكومه، ولكن انا كمجتمع اليوم كيف اكسب ثقه الاعضاء اللي موجودين؟ كيف اعرف انه يمكن انا اليوم في المجتمع ما اعرف ان العضو مثلا محمد يالس يتكلم باسمي ويالس يناقش قضايا مثلا تهمني، في النهايه انا يوم اشوفه مثلا اقول يعني ما اعرف شو دوره. هذا اقصده انا، كيف اكسب ثقه المجلس، كيف يعني فعلا اثق بالاشخاص اللي موجودين في المجلس. انا يعني نحاول شو ننزل الى المجتمع. نعم. ونجلس معاهم من خلال المجالس في مجالس السوم. نعم. نحن نتكلم، هم اكيد بيطرحوا قضايا، انتم شو سويتوا لنا شو. صحيح. نحن نتكلم معاهم في امور تؤخذ واحده واحده. نعم. يعني ويعني في نضبط لهم يعني الامور. نعم. في بعضها تتفهم وفي بعضهم ما يتفهم الموضوع، ولكن احنا ساعيين لهالشيء. نعم. ما نيأس. نعم. ساعيين لهالموضوع. الدكتور والاستاذ محمد، تعتقدون ان البرلماني له صفات خاصه ومواصفات خاصه يمكن ما تكون موجوده في اشخاص ثانيين، ولا تبدا شخصيته تسقل وتهذب مثل ما نقول بعد ما يوصل الى هذا المنصب، كون انه وصل الى من اعلى المناصب اللي موجوده ويتحمل مسؤوليه الكثير من القرارات اللي راح يتخذها في اثناء وجوده في هذا المكان؟ هو الله يسلمك، في النهايه انا كنت ارجع واقول اذا هو شال هم، طبعا الانسان في المجالس الاستشاري تعيين. نعم. لكن الشخص اللي بيتميز اول شيء الاخلاص لله سبحانه وتعالى، الشيء الثاني أن يكون شايل هم المكان حتى لو الناس ما متواصلين وياه هو يتواصل وياهم. يعني من الأشياء اللي بدينا فيها في المجلس الشاري أن يكون في صفحة المجلس إيميلات كل الأعضاء موجودة. نعم. فبدأت تينا قضايا في لجنة الشكاوي، بدأت تيهم قضايا. إذا أنت تتفاعل مع الناس، إذا الناس ما تيك أنت روح لهم. نعم. أنت في النهاية تبغي تحمل هم الموضوع، وأنت هاي الشيء مكلف فيه 4 سنين، في الفترة هاي تبغي تكون أنت إنسان على الأقل عملي، تناقش الموضوع، تأخذ آراء الناس، تشوف لها حلول في أشياء ما لها، يمكن قد أنت ما عندك حل، قد تروح لأعضاء ثانية عندهم حل، فشوف الناس تتصل فيك. أنا كان الناس يتصلون فيني من خورفكان مثلاً. نعم. يقول أنت نحن في النهاية كلنا مثل كل الشارج، أنا عندي الموضوع الفلاني فلاني، أقول أنت تعال أحضر الجلسة الجاية، عطني الموضوع تعال أحضر إلى سوار، أنا برتب لك أنك تحضر في الجلسة. بس يحضر كمستمع يعني ما يحضر ك. فيحضر فعلا يشوف انه في نقاش في كذا، ويشوف ايضا وجهه نظر الحكومه انه والله في معوقات، مو بكل شيء انت بغيته لازم يستوي يعني. فانت بهالطريقه تقدر تناقش، تقدر انت بعد اهم شيء انك انت تتفهم وضع الشخص الثاني، فتعطي حلول واشياء ممكنه. يعني احيانا الشخص اللي امامك عنده معوق مالي بس ما بيتكلم قدام الناس، انت تقول له سوي لي شارع قدام بيتي. صحيح. ما بيجلس يقول لك والله انا ما بسوي، يقول لك هاي من ضمن الخطه، هاي بعدين. انت ما بتقدر الان تحكره وكل شويه تقول له هذا سوي، هو ما بيتكلم لانه هو الانسان عارف انه مسؤول حكومي لازم يتكلم، انه في خطه ولازم، والخطه بتي ممكن انت مجدول في الفتره القادمه، فانت لازم تكون عندك الاليه حوار، عندك قدره فعلا حوار، تطور مهاراتك، تتكلم وياهم حتى في جلسه الاستراحه تتكلم وياهم، هني هو بيرتاح لك المسؤول الحكومي انك انت قاعد تتكلم وياه، انت ما في الحاجز والله انا الان جاي وهاي فرصتي ان اتكلم عليك ولا ان اتهجم عليك، بالعكس نحن كلنا في خندق واحد. جميل. طيب ايضا ابو عمر نقطه ذكرتها مهمه، حضور الجلسات من قبل المستمعين من يمكن نحن في يعني ما عندنا هالثقافه اللي موجوده. صحيح. ان انا اليوم مثلا اعرف ان في جلسه اليوم بمر مثلا وبيلس وبستمع للمناقشات هاي، كيف نعزز الثقافه عند المجتمع ونجذبهم انه يحضرون الجلسات هاي؟ هذه بالنسبة أشوفها حاليا صعبة بالنسبة للجيل الحالي، لكن أعتقد بالنسبة للناشئ أو هذين لأنهم تربوا على هذا. نعم. العملية بتكون أسهل. نعم. لأنه هو لازم يفكر يعرف أن أنا أبغي حقي،
بسير بحضر الجلسة. أنا الأخ في واحد منهم ياني من خرفكان، هذا الأخ ياوي لس يبا يتأكد فعلا النقطة بتنطرح ولا لا، بغى يشوف رد المسؤول لأنه صار ناقشة في نقطة وما عجب الرد أو يعني ما أقنعه، فبغى يشوف الرد بنفسه أنه كيف بيتم في الحوار. فقد تكون العملية صعبة، أنت ممكن بعض الناس يحضرون، لكن متى بتحصل التفاعل أكثر؟ أعتقد نحن جيل ورا جيل، لأن ما ننسى أيضا الدولة عمرها صغير من عمرنا تقريبا كلنا، يعني احنا شوي اكبر في السن، يعني عمر الدوله اقل من 50 سنة انت عندك. فانت العمليه بتاخذ له وقت، لازم انت تعرف عمليه بناء الشعوب وتطويرها. وهاي يمكن الحمد لله الحكمه يتميز فيها صاحب السمو حكم الشارجه، ان ايضا في العمليه استثمار في الناس، صبر عليهم لما يطورون بعضهم. صحيح. والناس من امارات ثانيه تتعلم. اليوم انت عندك يعني كانك خرجت 3 دفعات، مثل ما في الشرطه تخرج الدفعه الاولى 40 شخص، الدفعه الثانيه 40، الدفعه الثالثه 40. فانت عندك 140 شخص متوزعين في الامارات. صحيح. عندهم الخبره العمليه. صحيح. لو نقول حتى ربعهم من الناس اللي يتحركون، وهلا عاده ترى 10% عفوا 20% 25% هم اللي عاده يتحركون في المجالس. فهاي المجموعه هاي هي اللي المفروض يعني هي عندها القدره هاي ان تتحرك ويتحرك مجتمعات. اعتقد استفادوا منهم في المنطقه الوسطى، في الشارجه. صحيح. في خرفكان، في دبه. الكل استفاد من تجارب الاخوه السابقين. يعني هو طبعا بالفعل يعني وبعدنا نحن الامانه العامه حقيقه يعني جزاهم الله خير، يعني مستعدين لأي تواصل تنسيق بحضور الجلسات، ما عندها مانع. جميل. إطلاقا. وبالفعل يعني مجالس شورى الأطفال حضروا معنا، الشباب أيضا، وفي طبعا في طلاب من المدارس أيضا حضروا الجلسات وشافوا كيف دار الحوارات، الأسئلة. كيف النقاشات اللي تصير. صحيح. يعني بكل تأكيد في وأيضا في بعض الأولياء الأمور، وخاصة كنا نناقش المجال مجلس التعليم، حضروا مجالس أولياء الأمور وحضروا وشافوا وفعلا كانوا سعداء كيف نناقش، كيف جسمه يعني، ووصلوا أيضا هذه المعلومة كيف النقاش وكيف يدير الحوار للناس. جميل. في المجتمع. أنا كنت أقرأ قبل فترة على تويتر وكان حاطين جلسات المجلس الوطني، وكانت التغريدات مباشرة، يعني الآن العضو فلان يطرح قضية كذا على مسؤول الحكومة، بعد شوي تغريدة اللي بعدها يرد مسؤول الحكومة على. فأنا أقصد هذا التواصل المباشر مع المجتمع، أول شيء مثلا في نقل الجلسات بشكل مباشر في التلفزيونات، أو أن التواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التغريدات اللي تصير، من خلال الوسائل المتاحة في التواصل. أتوقع أن هذا أيضا بيعطي الثقة، يعني أو بيعزز الثقة عند المجتمع بأن فعلا قضايا استنطرح، يعني قضايا مهمة يستناقش في البرلمان، قضايا تهمنا. أنا هالي يعني الفكرة اللي أبغى أوصلها، أنه للأسف يعني مجموعة كبيرة لين اليوم ما عندهم ثقة ونكون صريحين. صحيح. يعني ما عندهم ثقة بالقضايا اللي تطرح في هذا، يحسون أنه هاي تطرح فقط للطرح، ما تطرح يمكن هني أخوي راشد المشكلة في يعني فيه فراغ بين ما يحدث داخل هدر بالبرلمان وبين باقي المجتمع. الآن في همزة وصل يمكن تكون مفقودة. الآن التواصل عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي يمكن تكون وسيلة، الآن الفلان الفلاني يطرح الموضوع كذا، لكن نتائج الطرح لقضية ما محتاجة مثل ما تفضلت إلى وقت، لكن من اللي قاعد يتابع مثل هذه الأمور وعلى سبيل المثال وينشر أخبارها بشكل دوري، يمكن عن طريق ما أدري عن طريق منشورات، عن طريق مجلات خاصة بهذه البرلمانات، الموضوع الفلاني طرح كذا، أعداد إحصائيات بالقضايا التي طرحت وأعداد القضايا التي تم حلها بناء على الطرح المطلوب ولا لوين وصلنا. يمكن في همزه وصل يمكن تكون مفقوده. شو رايك دكتور؟ انا بس حاب اكد على نقطه ان قضيه الانجاز، يعني احنا حتى في المجلس الشارقي قلنا خلنا نراوي الناس شو سوينا. بس لان القضايا انجازها تاخذ وقت، يعني تكون خلصت الدوره دخلت دوره ثانيه، والتنفيذ مع الحكومه يعني مع رئيس اداره كذا، رئيس اداره كذا، رئيس اداره كذا هو المعني بهذا الموضوع. ففي النهايه العمليه كلها بتكون إنجاز للدائرة. شغل المجلس الاستشاري الأساسي هو نقل هم الناس، هو نجاح الشخص كيف يتواصل ويا الناس. في ناس الله أعطنهم القدرة وواضحين ويا الناس، يروحون الميلس، حتى لو ما يروحون الميلس الناس يتصلون فيهم على التلفون، أبغي الموضوع فلاني، أبغي الموضوع فلاني، تطرحه أنت تحاول تتبناه تشوف كيف ممكن تسويه. في ناس مثلا من البداية يصد،
يقول لا هالموضوع ما بنافع ولا كذا، خلاص هذاك عارف ان هذا ما بيسوي له يعني بيهتم في قضيته. فهي القضيه مهمه جدا، انت كيف يعني نحن صعب جدا ان نحن نوثق كل الانجازات، لان في النهايه دور العضو مره ثانيه مثلا الان لو الحكومه زادت الرسوم في اي موضوع، هو دوره ان يقول الحكومه لا ليش زادت الرسوم، شو الاسباب، اذا بيطرح مشروع قانون بيطور شيء مثلا معين، هذا المشروع القانون هو شغلته يطرح ويراجع بند بند مع المسؤول الحكومي الين ما يروح للحاكم ويتبناه في قرار في قانون او في مرسوم. فهو هاي شغلته الاساسيه، شغل التنفيذ والانجازات، شارع استوى، مبنى استوى، هذا الشغل المجلس التنفيذي اللي يشرف عليه ولي العهد الله يحفظه، وايضا الحاكم، الحاكم في النهايه يشرف على كل الامار، فهم المعنيين بالتنفيذ. فانت صعب انت كثير تقول والله انا في المجلس الشاري سويت وسويت وسويت، ولكن جميل تسمح لي على المقاطعه ابو عمر، يعني جميل ان نحن يعني ننسب الانجازات للمجلس. يعني اليوم انا لما يعني مثلا شارع معين وطرح طرحت هذه الفكره في المجلس وتبناها احد الاعضاء وفعلا وتم تنفيذها يعني حتى لو بعد فتره، صحيح. جميل من اداره او امانه المجلس بان تبين للمجتمع بان السبب يعني او من طرح هذه الفكره من المجلس، بحيث ان الناس تحس ان فعلا المجلس جالس يطرح قضايا وفعلا القضايا هاي يعني الحكومه تحلها بطريقه معينه وتساهم في 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 انجازه وتلبيته للمجتمع. يعني يعني هنا انا احس ان بحكم ان مجتمع اول شيء صغير، مجتمع دوله الامارات، فبنوصل الفكره هاي بسهوله، يعني خصوصا ان يعني اذا كان عن مجلس استشاري في اماره الشارجه اليوم بكل سهوله من خلال لقاء تلفزيوني او حلقه يعني تلفزيونيه مثلا اسبوعيه، ممكن يطلع كل حلقة عضو من أعضاء المجلس يتكلم عن إنجازات المجلس خلال الأسبوع، مش أسبوعي، شهري، في الشهر اليوم المجلس شو أنجز، شو اللي نوقش في المجلس من 4 سنوات ومثلا تم إنجازه خلال الفترة. فأتوقع أنه بيكون بعد يعني جيد للمجتمع أن يعرفون شو الإنجازات. شوف أستاذي، طبعا الحين بالنسبة للنقطة هذه أنا بس بطرق لنقطة قبل، يعني قبل لا أطرق النقطة هذه الحالية الآن، نقطة بالنسبة أيضا للمواطن في إمارة الشارقة. طبعا أنا من خلال أتكلم من خلال المجلس الاستشاري، دائما ينظر أني أنت يا عضو مجلس استشاري أباك تحل مشكلتي الشخصية، هنا بعد الثقافة ترى، أنا ممكن أنا وصل للمسؤول وأقول له هذا المسؤول، طبعا أنا ما أصير أدخل المسؤول أقول له غصبا عليك تعطيه أو غيره، لا يعني واحد عنده مشكلة بيت، مشكلة غير، أوصل للمسؤول أقول له هذه الإجراءات 1 2 3، أما أنا أقدر أعطي بيت أو هذا نحن ما نقدر نستطيع، صحيح. هذه الآن بعد أيضا ثقافة الناس بهالشكل. بالنسبة لما طرقت له أيضا بالنسبة في مقترح الآن عندنا صندوق الشكاوى والاقتراحات، طبعا هذا بالفعل أنا اقترحت على الجماعة في المجلس واللجنة القانونية وهم أيضا متبنين الموضوع هذا في مجلسنا الحالي، يعني يا جماعة ترى الناس ما فاهمة كيف تشكاوى، كيف توصل، كيف اسمه، لازم على الاقل نبين لهم من خلال وسائل الاعلام، سواء جلسه ندوه اعلاميه او جلسه بالتلفزيون او في الاذاعه من خلال يعني البث المباشر، ان شاء باي برنامج نشارك فيه على اساس نبين للناس يا جماعه ترى في لجنه في شو اسمه يعني بالنسبه للموقع في للشكاوى والاقتراحات في شو اسمه كيف توصل، كيف توصل شكوتك، كيف يعني الناس بنبين لهم، يعني في ناس ما عارف الموضوع هذا، صحيح بالفعل، صحيح يعني صحيح. وهذا الان يعني اللجنه القانونيه الان متبنيه هالموضوع، وان شاء الله في القريب العاجل بيكون هناك ندوه عن هالموضوع هذا ان شاء الله. الحديث ان شاء الله معاكم مستمر، وبنتحدث ان شاء الله بعد قليل عن الاهداف المرجوه من مجالس شورى الاطفال والشباب ايضا، ولكن مشاهدينا الكرام ناخذ فاصل قصير ثم نعود. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، برلماناتنا ودورها المرتقب، وضيوفنا في هذه الحلقة الدكتور عبد الله الأميري والأستاذ محمد الحمودي. الأستاذ محمد تكلم قبل الفاصل عن موضوع الأهداف المرجوة من مجالس شورى الأطفال وأيضا الشباب، هل أدت الغرض المطلوب منها؟ وهل من الشباب، الآن تحدث عن تقريبا 18 سنة،
إذا كانوا في مرحلة الشباب 18 فيمكن على الأقل ما أدري هل في نماذج منهم وصلوا إلى مجلس الاستشاري ولا إلى الآن وخطوات من المجلس الاستشاري؟ شوف بالنسبة طبعاً لمجلس شورى الشباب والفتيات امتداد لمجلس شورى الأطفال طبعاً هو الهدف من المجالس هذه بناء شخصية الطفل والشاب والفتاة طبعاً ليخدموا وطنهم ويساعدوا في بناء مجتمعهم وتنميته. بالنسبة طبعاً للشباب أنا أقول لك يعني لحد الآن في نظرة، أنا أقول لك يعني وأكد لك أن الحاكم مو مغافل عن الشيء هذا، لي نظرة أنه بيكون في المستقبل من خلال الدورات السابقة من المجالس لشورى الشباب والفتيات أكيد بيكونوا من ضمن الناس الأعضاء في مجلس الاستشاري في الشارقة. أنا أقول لك يعني في شباب ما شاء الله مسكوا يعني الآن كانوا في مجلس شورى الشباب والأطفال يفتخروا أنهم تربوا في هذه المراكز هذا. تربوا على أساس أنهم نمت شخصيتهم نمت مواهبهم، الآن أصبحوا منهم يعني أقول لك معظم يعني كثير من اللي عرفهم والشباب والفتيات الذي كنت تعاملت معهم واللي كنا معهم الآن وصلوا منهم الدكاترة منهم القيادات، الآن في ناس ماسكين مناصب رؤساء أقسام مدراء الآن من هؤلاء المجالس اللي كانت موجودة في الشارقة وما زالت موجودة الحمد لله. دكتور عبد الله، باعتقادك الشخصي بأن المدارس الآن إذا ما أنشأنا في المدرسة على سبيل المثال مجلس خاص بالطلاب في المدرسة لتعزيز الدور، يعني في المستقبل يمكن هذا تكون نواة للي ما حلف الحظ أن يكون عضو في المجلس شورى الأطفال، يعني يكون لهم مثل مجلس صغير في المدرسة وعلى سبيل المثال في الجامعة، تعتقد أن مثل هذه الأشياء تساعد ولا أنها مجرد فرصة تتاح لي الطالب وتتاح لي هذا الطفل للتعبير عن رأيه في داخل المجتمع التعليمي وفقط؟ أكيد طبعا تساعد. أنا لو أذكر أيامي يوم كنا في مدرسة العروبة وقبل في خادم محمد كانت في يوم الحكم الذاتي، نعم، وإن كان يعني ما مفعل بشكل كبير لكن تشوف أنه في مثلا تمارس دور المدير المدرسة مدرسة أو الوكيل أو حتى المشرفين على الفصول المختلفة، فشوف أن في تحديات موجودة فتقدر تفهم الموضوع من الطرف الثاني أيضا، فتعطيك فرصة بالعكس، بس هي يعتمد كيف تفعل في المدرسة، هو كإطار موجود والجامعات فيها اتحادات وطنية صحيح. وفيها في كل الجامعات الحمد لله عندنا جامعات كثيرة على مستوى الدولة كلهم فيهم تقريبا مجالس طلبة، لكن مثل ما تفضل الأخ راشد أن هي مو برستيج، مو بيعني هاي للوجاهة، أنا تعينت الآن رئيس مجلس الطلاب. في النهاية العملية مثل ما لخص لي إياها واحد أن إذا أنت تبغي تقود مجموعة وهذا الشخص أجنبي كانت وصلت بعد دراسات وهذا يقود دورات معروف حتى عندنا في الشارج وفي عمان دورة إعداد قادة عنده أن قال لي حتى الجملة بالإنجليزي لكن هي بالعربي، قال لي سيد القوم خادمهم، وقال هاي أنا عقب اكتشفت أن هاي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا مسلم ولا شيء. قال الشخص اللي بيخدم الناس هو اللي بيتصدر، لأنه هو قاعد يحل مشاكلهم، هو قاعد يشوف همومه يتبنى همومه، هو اللي بيصير. فأنت الطالب نفس الشيء تبغيه تخليه كيف يتبنى المشاكل، لازم عنده قدرة آلية جيدة على السماع، إذا ما يسمع مشاكل الناس لا هذه ينفع على طول يعارض مشكلة صحيح. لازم يسمع يحلل ياخذ المعلومات يناقش مع الناس حتى لو يشوف الشخص اللي امامه يمكن ما متعلم واي لكن ياخذ رايي يسجل يعرض عليه بدائل مختلفه بهالطريقه بيطور نفسه، اذا هو من الصغر ما بنى نفسه على تطوير مهاراته تطوير معارفه تطوير سلوكه راح يظل دائما عنده قصور صحيح. طيب ابو عمر، كل شخص في المجتمع لازم انه يكون برلماني؟ يعني تلاحظ انه في بعض الاشخاص يحس انه يعني هذا حق من حقوقه، أن لما تصدر الحكومة مثلاً قائمة اللي المرشحين أو اللي بإمكانهم ترشيح أنفسهم طبعاً على حسب النظام المتبع عندنا في الدولة يحس أنه لا لابد أن اسمي يكون موجود أو يزعل أن اسمه ما موجود ويقول لا لازم أنا يعني السنة الجاية إن شاء الله أحاول أن اسمي يكون موجود. فإحنا هل هذا الفكر اللي موجود أن أنا لابد أكون أو كل شخص يكون برلماني أو يعني هل هناك ناس معينين اللي يجب أن يكونوا في هذا المكان؟ مش بالضرورة، ومش بالضرورة حتى الواحد يكون ترى متعلم وايد، المهم أنا شال هم الناس. نحن كانوا معانا أعضاء
يعني بالكاد أن يكتب. لكن لما يعرض الفكرة ويعرض المشكلة فعلا متبني المشكلة المنطقة اللي وياه منها. وحتى في قضايا هو أدرى فيها أكثر من الأعضاء الباقيين اللي قاعدين. فأنت تحتاج هذا الأخ وتحتاج هذا. أنا أعرف في ناس تصيبهم حالة إحباط كل ما كل 4 سنوات تطلع القائمة. كأنه هذا هو لأنه هو ينظر له إلى قضية وجاهة ورزق. صحيح. وأن هذا حق مكتسب. نعم. وهذه المشكلة إذا أنت تظن أن هذا حق مكتسب هاي إشكالية. نعم. وأنا مرة ثانية أقول هاي أمانة إذا أنت بالعكس إذا أنت فاهم الموضوع هذا في قصور في الفهم عنده. إذا أنت فاهم الموضوع هاي أمانة أنت يوم القيامة بتوقف شوي زيادة عن الباجين. نعم. لأنك أنت خولت بهالمسؤولية هذه. فهاي مشكلة قصور في الفهم عند الشخص نفسه أنه صحيح. يعني هذا لازم حق مكتسب عنده. نعم. وشوف يعني الشخص لابد يكون يعني الحاب يكون يخوض مسألة البرلمان. نعم. واثق من نفسه. نعم. يكون عنده يعني سرعة بديهة أيضا. نعم. سرعة البديهة أيضا أنت تحاور المسؤول لك تعقيب مداخلة. يعني سرعة البديهة مطلوبة من الجهتين يعني اللي يطرح والمطروح عليه. نعم. هذا الموضوع أقول لك يكون يعني لابد أنت متأهب إنه بس ما إني طلع سؤالك وسكت. نعم. يعني تأهب شو بيرد عليك المسؤول. أنت مستعد لأن تعقب على وتناقش يعني في الموضوع. دكتور عبد الله بحكم تدريسك في الجامعة هل تلاحظ بأن الطلاب يعني من خلال مثلا المجالس اللي طرحت أو الثقافة اللي بدأت تنتشر عندنا مهيئين أن يخوضون التجربة البرلمانية؟ التجربة البرلمانية طبعا أنت ما بتخوضها وأنت طالب يعني إذا نتكلم على برلمان حقيقي أنت تخوضها بعد ما مشيت ولا حتى الناس بترشحك إذا هو في عملية انتخابية. نعم. إلا إذا أنت على الأقل برزت في شيء سويت شيء. صحيح. الناس تبغى تشوف هل هذا تعب في حياتي بحيث أنا أقدر أقتنع فيه. نعم. أو هي مثل لي شخصية جامعة للناس ممكن. صحيح. تستمع لأفكار الناس. نعم. في من الطلاب الآن في مرحلة نمو هاي السن بين 18 سنة إلى 22. نعم. ما زال في مرحلة نمو. أنا أتكلم كدوري كمعلم في الجامعة أصبحت بصراحة من المجلس الشهري الآن أسمع لهم أكثر الطلبة فأعطيه. نعم. فرصة أنه يتكلم أعطيه فرصة حتى في السؤال في الصف أنه يحاور أحيانا. نعم. الأشياء اللي يقولها ممكن قد تكون إذا يعني ما بسمعها لكن بحكم أن أشوف لا هذا الإنسان هذا إنسان والإنسان مركب من أشياء كثيرة وعنده تداخلات في مخه فأنت لازم تعطيه الفرصة خلي يبرز. نعم. أحيانا شوف الطلبة حتى ممكن يضحكون عليه قاعدين في الخلف إنه قاعد. نعم. يسأل سؤال. نعم. لكن أنت لأنك ما قاعد تسوي ردود أفعال. صحيح. سلبية أمامه. نعم. فهو بيجاوب معك بالعكس. صحيح. بيبدأ يثق في نفسه. نعم. يتكلم يعني أنا أمانة أنا حين شوفني يمكن قاعد هني أنا لين خلصت الجامعة وما بقادر أن أوقف وأتكلم كلمتين. نعم. ما بقادر تباني أكتب لك بكتب لك إذا تبغى أكتب لك شعر حتى لكن تعال أوقف وتكلم أبلم. نعم. لكن شوي شوي تبدأ. صحيح. أنك تتكلم. جميل جميل. شوف يعني إحنا سعداء أيضا. نعم. أن المجلس الوطني الآن مهتم. نعم. اهتمام كبير من خلال برلمان المدارس طبعا تنعقد جلسته أعتقد. نعم. غدا. نعم. يعني اهتمام كبير دربوهم. نعم. في كانت تدريب قبل لا تكون الجلسة هذه. نعم. الحالية. نعم. في تدريب أيضا نحن كما في مجالس الأطفال والشورى نحن وديناهم هذه. نعم. الأطفال والشباب ودوهم المجلس الوطني مكان ما طبعا ينعقد. نعم. أو يتناقشوا. هو جميل بأنهم لما أصلا يجلسون في المكان نفسه. نعم. ويعيشون الجو هذا يعني أتوقع أنه بيكون يعني تجربة ويخوضون التجربة بشكل جيد. نحن اليوم سعداء وايد بحديثنا في هذه الجلسة ونتمنى أن وصلنا الفكرة للمشاهدين الكرام بصورة مبسطة عن هذه الثقافة لدولتنا يعني الله يديم هذا العز والازدهار لهذه الدولة واهتمام حكوماتنا الرشيدة في هذا الشعب بتخصيص هذه البرلمانات. نحن سعيدين اليوم بوجودكم دكتور عبد الله الأميري وشاكرين لك على تلبية الدعوة أيضا أستاذ محمد راشد الحمودي شاكرين لك على تواجدك ويانا وجودك ويانا في هذه الحلقة. أسعد. الله حي. الله يعطيكم العافية. طبعا نموذجين مثاليين لأعضاء قمة ما شاء الله في يعني في تلقي استقبال معلومة وإعطاء أيضا المعلومة طبعا مثال دائما إن شاء الله يحتذى فيه وما قصرتوا والله يعطيكم العافية إن شاء الله ونتمنى من الجميع وكما هم الآن ومن القادمين أيضا من اللي يخدمون في شتى مجالات الدولة أن يكونوا على مثل هذه الدرجة من العلم والثقافة وما قصرتوا والله يعطيكم العافية. مشاهدينا الكرام وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا
من سمار، نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لكم منا أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.